بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناة النادي الأهلي، وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة إن شاء الله هيكون ختام بطولة كأس العالم أندية، وطبعا زي ما عودنا النادي الأهلي هو دايما متواجد في كأس العالم الأندية، وزي ما عودنا النادي الأهلي دائما على الألقاب. النهاردة مباراة جديدة إن شاء الله، لقب جديد في مباراة أمام شقيقه العربي النادي الهلال السعودي على الميدالية البرونزية، واللي هتلاعب بمشيئة الله على ملعب آل نهيان بالإمارات. قبل ما أتكلم عن ماتش النهاردة، عايز أتكلم معاكم في أكتر من نقطة، بس كنا عايزين ناخد أمير هشام من الإمارات لو جاهز. طب ندخل على الأمير الأول بعدين نتكلم. ماشي، نروح لأمير الأول. تفضل أمير. تحياتي ليك يا كابتن أيمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. تحدي جديد بالنسبة للفريق النهاردة بإذن الله أمام فريق الهلال السعودي، مباراة غاية في القوة والصعوبة بكل تأكيد، ديربي عربي قوي على ميدالية برونزية في مباراة رسمية، فبالتالي من هنا جاية أهمية هذه المباراة ما بين الفريقين. فريقين بيحترموا بعض جدا ومقدرين إمكانيات الخاصة بكل طرف، وده أمر أكيد واضح للجميع سواء من خلال تصريحات المدربين في المؤتمرات الصحفية أو من خلال استعدادات الفريقين قبل هذه المباراة. لكن بالتحديد عايز أتكلم على الأهلي واستعداداته، وأطمن كل جماهير النادي الأهلي على هذه الاستعدادات. الاستعدادات كانت ماشية بشكل كويس جدا، لحظاته الفريق هيتحرك في اتجاهه الاستاد النهيان اللي هيستضيف مباراة اليوم الصعبة. الأهلي كان ماشي بشكل كويس جدا في البطولة، عارفين كل الظروف وكل ما يعني قابل الأهلي قبل هذا الحدث الهام وقبل بعض المباريات في هذه البطولة. لكن المجموعة اللي موجودة مع مستر بيتسو موسيماني، الكل كان من خلال تدريبات امبارح كان متأهب ومترقب جدا المباراة، وكان بيجهز على أكمل وجه، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بأحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر جاهز بنسبة 100% وأساسي في مباراة اليوم، فبالتالي من ضمن الأمور المهمة جدا اللي كانت بتشغل بال جماهير النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت، لأن أحمد كان عنده يعني كدمة قوية في الكتف، اتعمل له أشعة والأمور بالنسبة له بسيطة وموجود مع الفريق. محاضرة فنية مستر بيتسو موسيماني في إطار المحاضرات المختلفة واللي هي بتجرى في هذه اللحظات، وأنا بتكلم معاك يا كابتن أيمن، محاضرة مهمة جدا بيتكلم فيها على بعض النقاط الخاصة بفريق الهلال، وبالمناسبة هو درس الفريق ده على مدار ال 48 ساعة اللي فاتوا بشكل مكثف جدا في بعض نقاط القوة والضعف، فبالتالي المحاضرات كانت طويلة شوية، اتكلم فيها على بعض النقاط دي ويعني وصل اللاعبين الفكر وكيفية استغلال الأخطاء الدفاعية عند فريق الهلال تحديدا. لكن فيما يتعلق بفرقتنا أكيد كان في بعض الأخطاء في المباراة اللي فاتت أمام بالميراس بيتم محاولة تفاديها في مباراة اليوم. جمهور النادي الأهلي اللي هيكون موجود النهاردة بشكل أكبر من المباراة السابقة أمام بالميراس، وإحنا عارفين كل الظروف اللي كانت تتعلق بالمباراة السابقة، لكن هذه المباراة هيكون جمهور النادي الأهلي بإذن الله يكون ليه يعني دور كبير جدا على غرار مباراة مونتيري في بداية ومستهل مشوار الأهلي في هذه البطولة. الأجواء ماشية بشكل كويس، يبقى التوفيق من عند المولى عز وجل إن شاء الله بإذن الله في هذه المباراة، ويقدر الأهلي إن هو يتخطى هذه العقبة ويحقق الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد ما حققناها في 2006 والعام الماضي. بإذن الله السنة دي نفرح كمان بميدالية برونزية، رغم إن ده ما كانش طموح النادي الأهلي، لكن طبعا طبقا لكل ما يعني مر به النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت فيعتبر هيكون شيء مقبول إلى أبعد درجة. في كل الأحوال تمنياتنا بالتوفيق للنادي الأهلي، وبإذن الله بإذن الله بعد قليل هيكون معاك التشكيل أكيد هتقوله لكل جماهير النادي الأهلي. كابتن أيمن، والآن عودة ليك، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز أمير هشام.